حالة طوارئ وإغلاق صحي جديد. بعد كورونا بترجع الفيروسات مرة تانية، وهاي المرة البداية من أفريقيا. فيروس إمبوكس أو ما يعرف بجدر القردة هو مرض حيواني المصدر، ممكن ينتقل من الحيوانات وينتشر بين البشر. أغلبية الحالات اللي تم تسجيلها كانت من منبعه في دول وسط وغرب أفريقيا. أعراض الفيروس تتميز بشكل أساسي بطفح جلدي عام، وبتشكل خطر على صحة الأطفال والنساء الحوامل وكمان الناس اللي بتعاني من مشكلات في الجهاز المناعي. حسب آخر إحصائية لشهر يونيو الماضي، تم تسجيل 100 إصابة في أوروبا و175 في الأمريكيتين و567 في أفريقيا، 96% منها بالكونغو الديمقراطية. وذكرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل 15,000 إصابة بالفيروس بالكونغو، بالإضافة إلى 461 حالة وفاة معظمهم أطفال. ونتيجة انتشار الفيروس، أعلنت الهيئة الصحية للاتحاد الأفريقي حالة طوارئ صحية عامة بالقارة، وطلبت مساعدة دولية لتوفير اللقاحات. للمرة الثانية خلال عامين، أعلنت منظمة الصحة جدري القردة حالة طوارئ صحية عالمية بعد تفشي الوباء من الكونغو للدول المجاورة. برأيكم معقول يتطور الوضع ونرجع نعيش سيناريو كورونا من جديد؟